عام كامل مر على انطلاق عرض هشك بشك في مترو المدينة، وهكذا احتفل فريق العرض بعيده الأول ليلة الجمعة. الكباري شو الوحيد في بيروت لا يزال يعرض بالنجاح نفسه وبالإقبال نفسه وبالحماسة نفسها مرتين بالأسبوع. لماذا؟ تخيل أنه قدمنا الرقص الشرقي، قدمنا الإغراء، قدمنا هيدي الضحك الكباري وهيك، بس بطريقة مش مبتذلة. مش مزبوط أنه الناس بتحب كل شيء مبتذل. كل تقريبا دقيقة ونص دقيقتين بالعرض أنت عم بتشوفي شيء جديد، يا على الشاشة، يا بالأغنية، يا بالموسيقى، يا بالحركة، يا بالتياب، يا بعنصر جديد فات، عنصر مدري شو، مزحة صارت هون، ضحكة. بس هذا المزيج اللي صاير ما بين موسيقى ومسرح وطرب واستمتاع بالحالة كلها على بعضها، يعني سمعي بصري مثل ما بيقولوا، لأنه في شيء عم تحضريه وعم تسمعي شيء كتير حلو. هذا التكامل مش موجود بشو تاني قبل. نعود مع هشك بشك إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، إلى سيد درويش وسيد مكاوي ومحمد عبد الوهاب وشادية. هيدا هي العصر يلي كتير حلو، واحد هاي الأغاني اللي يسمعها وينبسط ويرقص عليها وبيحضر عرض حلو. قررنا أنه نجمعهم هول كلهم ونحطهم بقالب واحد، ساعتها اللي بيعرف الغنية بيكون عم يغني معنا، واللي حافظ بس الرفران مثلا من كيد العزال او مثلا من خلية جوز يا بهية بيكون عارف الرفران، بس عباله يسمع المقاطع شو عن شو بيحكوا الاغاني. مستمر بنجاح كبير. لعل العبارة الكليشيه تنطبق هذه المرة فعلا على هشك بشك. فبعيدا عن ضجيج المدينة، مترو المدينة يعدكم بساعتين من المتعة. Yes.